رمضان أهلا مرحبا رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من بركات رمضان ومن نفحات الشهر الفضيل صلاة التراويح. إن التراويح راحة في ليلنا ونشاط كل عويجز كسلان. فالتراويح راحة للنفس وبركة من بركات هذا الشهر وسنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما بعد العشاء فهو من الليل، كل ما يصلى بعد العشاء يحسب من قيام الليل. ونقل الإمام النووي الإجماع على استحباب ختم القرآن في التراويح. السؤال هو اللي احنا بنصلي التراويح ونقرأ كل يوم جزء، من استطاع أن يفعل ذلك الإمام والمأمومين إن فعلوا ذلك واستطاعوا فهذا نقل الإمام النووي الإجماع على استحبابه، ويراعي حال المصلين، وينبغي أن يكون هناك في تنظيم، يعني يكون في مسجد في الحي يختم القرآن ويسمع الناس القرآن كاملا ويفعل هذا الأمر المستحب، ويكون في مسجد يصلي للضعفاء ولكبار السن. والإمام السرخسي لما تحدث عن ختم القرآن قال أحب إلينا أن يسمع القرآن كاملا في صلاة التراويح. الإنسان يحرص على صلاة التراويح، حتى لو دخلت وجدت الإمام لا يختم لا يقرأ وردا ثابتا أو جزءا كاملا، احرص على أن تبقى مع إمامك حتى يفرغ من الصلاة، لما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينتهي كتب له قيام ليلة كاملة. تبقى مع الإمام حتى ينتهي من صلاة الشفع وصلاة الوتر، ومن صلى هذا مع إمامه كتب له أجر الليلة كاملة، فلا ينبغي أن نفوت هذا الفضل. السؤال: طب أنا أريد أن أصلي مرة أخرى لما أرجع إلى البيت، أو الإمام كانت صلاته قصيرة، صلي ركعة وتر إذا رجعت إلى البيت فيصبح الوتر شفعا، ثم صلي ما كتب لك واختم بالوتر. ومن المسنون أن يقول الإنسان بعد صلاة الوتر: سبحان الملك القدوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، وفي المرة الثالثة يمد بها صوته: سبحان الملك القدوس. وفقنا الله وإياكم.